تعرف على حضرتك مهندس محسن ابو حسين 30 9 جمعة 30 9 انت نازل 30 9 طبعا ان شاء الله يعني. نازل ليه ولا يمكن نعمل ثورة يعني ان اصلا مفيش حاجة اتعملت يعني احنا كل اللي عملناه ان احنا اتضحك علينا بسبب البهوات اللي قاعدين بتوع الاحزاب وبسبب اللي بيتقال عليهم المثقفين اللي ما شاء الله ما شفناش منهم اي حاجه عدل للبلد يعني. فلازم ننزل عشان نقول للناس دي ان احنا قادرين فعلا على ان احنا ندير هذا البلد وكمان قادرين على ان احنا نعمل لها اعاده هيكله. تقول ايه بقى للناس اللي لسه عماله تقول انا لسه بشوف وما قررتش مع ان اللي من 15 يوم معلن ل 30 9 ده هتبقى جمعه يعني توافقيه لجميع الايه القوى السياسيه. ولا حاجه ما اقولوش الا كلمه واحده بس ان هو لسه ما فهمش ايه اللي بيتعمل فينا يعني. لو كان فهم ما كانش قال الرأي ده تماما يعني. يعني ممكن ايه اللي بتعمل فينا؟ يعني لما نيجي نتكلم بالمنطق وبالعقل لما قلنا من البداية ان هذه الدولة تمام لكي يحصل فيها يعني حدوث التحول الديمقراطي لازم يبقى ليه مشاكل. لكن احنا بنقول ايه؟ ان بيتحط درجة فأول درجة في السلم. احنا عندنا شجرة بجذور مليانة فساد. شلنا منها شوية ثمار وسبنا الشجرة بجذورها. فبالتالي هتطلع ثمار فاسدة تاني. دي نقطة. النقطة التانية ان برضو قلنا على الموقف العجيب من المجلس العسكري ان يجب ان المجلس العسكري يرفع ايده عن البلد من زمان يا جماعه. الموضوع مش ما يخصش حسني مبارك. احنا بقالنا 70 سنه بنتحكم بقوانين تمام سيئه جدا تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه ان كل اللي بيتكلموا النهارده البهوات اللي جارحين يجروا على الانتخابات اللي اساسا انا نفسي افهم بيجروا عليه ولا واحد فيهم عنده رؤيه عدله للحاجه ولا واحد فيهم نجح ان هو يقول اعاده هيكله لقطاع من قطاعات الدوله ولا واحد فيهم قادر ينطق على الاحداث اللي بتحصل في الدوله ولا واحد فيهم قادر يقول ان اللي بيحصل ده لا كله واخد موقف سلبي وهو عايز يجري على الكرسي اللي هيستخدمه في السرقه. ولازم ان يبقى الناس فاهمه ان المشكله مش مشكله اشخاص يا جماعه. المشكله مشكله صياغه قوانين. لو جبنا عليها ملك من السماء برضه هيسرق الدوله. ليه؟ لان القانون نفسه بيحلله السرقه. فكيفية الوصول لإعادة هيكلة الدولة معناها أن الأول وألف به كده إعادة صياغة القوانين. إحنا بنقول أو بنطالب دلوقتي ليه ما يتعملش محكمة ثورية فعلا لكل المحاكمات دي. بل بالعكس إحنا بنطالب محاكمة ثورية لهذا النظام ويزيد عليهم كمان المجلس العسكري لأنه أصبح كده متورط في كل ما يحدث برجوعه لقانون الطوارئ ثم رجوعه لقانون الضريبة العقارية تاني في شهر واحد ثم ممدوح شاهين يطلع يقول هو مين الآن الحكومة هي اللي هتشكل المجلس الشعبي اللي هيشكل الحكومة ليه؟ وبعدين الموقف برضو العجيب بتاع الدكتور عصام شرف النهارده تقدم له مشاريع وبدون ذكر سامي الحاجات اللي تم دم دراسه يعني دراستها وعرفنا من جوه الوزاره ونزلنا بنفسنا على ارض الواقع اكتشفنا ان هو بيرفض اي مشروع. يعني ال100 كيلو بتوع قناه السويس دول انا عايز افهم لما يدخلوا 100 مليون دولار في السنه للشعب لا ليه؟ لما نيجي نحسبها احنا بقى كناس نشطة سياسيين لان احنا